طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم بندرس التخمينات الجبرية والهندسية. بنشوف مع بعض المثال 2. ضع تخمينا لكل قيمة أو علاقة هندسية لكل مما يأتي، وأعطي أمثلة عددية أو ارسم أشكالا تساعد على الوصول لهذا التخمين. حرف إيه ناتج جمع عددين فرديين؟ إحنا عاوزين نكتب تخمين لهذه العبارة، ناتج جمع عددين فرديين. يا ترى هيطلع إيه ناتج الجمع لعددين فرديين؟ تعالوا نشوف الخطوة الأولى. بنكتب بعض الأمثلة زي ما قال لي السؤال، اعطي أمثلة عددية أو رسم. طبعاً لما نقول عددين فرديين يبقى أنت عارف جميع الأعداد الفردية بتبتدي من عند الواحد، 3، 5، 7، 9 أو أي عدد أحاده 1، 3، 5، 7، 9. طيب نشوف الخطوة الأولى، بنجمع 1 زائد 3 اللي هم العددين الفرديين. شوف النتيجة طلعت 4. ما هو الأربعة بالنسبة لك؟ عدد زوجي. أحسنت. طيب 1 زائد 5 أيضا 6 وهو عدد زوجي. 3 زائد 5 8 أيضا عدد زوجي 8. 7 زائد 9 يبقى احنا أعطينا كم مثال عددي؟ 1، 2، 3، 4. نتيجة الجمع 7 زائد 9 يساوي 16، والستاش أيضا عدد زوجي. لاحظنا جميع النواتج 4، 6، 8، 16 كلها أعداد زوجية. إذن هنا أقدر أضع تخمينا ناتج جمع عددين فرديين هو عدد زوجي. نشوف المثال ب، القطعتان المستقيمتان الواصلتان بين كل رأسين متقابلين في المستطيل. طبعا هنا ما يحتاج أمثلة عددية إنما يحتاج رسم. فرسمنا 4 مستطيلات ب4 أشكال مختلفة. شوف هنا المستطيل. طيب هنعمل إيه بعد ما نرسم المستطيل؟ هنرسم القطعتان المستقيمتان الواصلتان بين كل رأسين متقابلين. يعني هذه الرأس الأولى، مين المقابل ليها؟ هناك. تمام. طب ليه ما أخدتش هذا؟ ما هي متوصلة جاهزة، الضلع من أضلاع المستطيل، والرأسين دول ما نسميهم رأسين متقابلين إنما نسميهم رأسين متتاليين. يبقى المتقابلين اللي هم اللي احنا بنسميهم حرف إكس أو مقص. طيب رسمنا القطعتان المستقيمتان الواصلتين بين كل رأسين متقابلين في المستطيل الأول والثاني والثالث والرابع. ماذا نلاحظ بعد ما أصلنا؟ نلاحظ إن احنا لو جينا عملنا بالمسطرة هذه المسافة أو بالفرجار، فتحنا الفرجار وفتحنا هنا، هنلاقيهم متساويين. هنا أيضا نفس الحكاية، برافو عليك، وهنا هتلاقيهم متطابقين أو متساويين، وهنا نفس الحكاية. يبقى لاحظنا إن القطعتان المستقيمتان الواصلتان بين كل رأسين متقابلين في المستطيل متساويان. يبقى ماذا أكتب في التخمين؟ أكتب التخمين القطعتان المستقيمتان الواصلتان بين كل رأسين متقابلين في المستطيل متطابقتان. واحد يقول لي متطابقتان جديدة على سمعي، المتطابقتان هما نفسهم المتساويتان. طبعا مطلوب منك ان انت تتحقق من هذا الفهم من هذه الأمثلة. 2A ناتج جمع عددين زوجيين، نفس المثال A ناتج جمع عددين زوجيين، بس المثال A كان فرديين. طب ما هما الأعداد الزوجية اللي رقم أحاده 0 أو 2، 4،
ستة، تمانية. طيب هتضرب تلات أمثلة أو أربع أمثلة عشان تتأكد من النتيجة، وبعد ما تتأكد وتلاحظ النتيجة اللي بتطلع معاك اكتب ناتج جمع عددين زوجيين يكون النتيجة اللي انت وصلت لها سواء كان زوجي او فرد. عاوزين العلاقة بين AB و EF هما قطعتان، هترسم الـ AB والـ EF بس بشروط. إذا كانت الـ AB يساوي CD يبقى في قطعة ثالثة CD، يبقى أنا عندي قطعتين AB و EF هترسمهم بس بشروط الـ AB بيساوي CD. طب والـ CD اللي أنت رسمتها من هنا أيضا تساوي الـ EF. طب واحد قال لي أنا هرسم الـ AB 3 سنتي، يبقى الـ CD لازم ترسمها 3 سنتي بعاد عن بعض، طبعا مفيش تقاطع بينهم زي كده. ادي قطعة AB، ادي قطعة مثلا CD. طيب وبعدين هنرسم القطعة التالتة اللي هي EF، بس الـ EF لازم تساوي مين؟ الـ CD. طيب بعد ما نرسم التلات قطع يا شباب بنعمل ايه؟ بقيس بالمسطرة القطعة الأولى اللي أنا رسمتها، طبعا أنت رسمت القطعة الأولى سواء ثلاثة أو أربعة أو خمسة، يبقى الثانية هتبقى متطابقة، يبقى الثالثة هتبقى متطابقة، يبقى أنت تلاحظ إيه؟ العلاقة بين AB و EF ماذا تكون؟ نروح لـ2C مجموع مربعي عددين كليين متتاليين. كلمة مجموع جمع، مربعي يعني ايه مربعي؟ يعني العدد مثلا ثلاثة هربعه يعني احط عليه اس اتنين يصير تسعة. طيب هو قال ايه؟ مجموع مربعي عددين كليين، ما هي الاعداد الكلية؟ يبقى انت لازم تعرف الايه هي الاعداد الكلية. برافو، فيها صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى ما شاء الله من الأعداد الكلية. فيها أعداد سالبة؟ لا. طيب فيها كسور؟ لا. يبقى العدد الكلي مع إيه؟ صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة. بتختار عددين متتاليين زي إيه؟ صفر وواحد، ربحهم واجمعهم، ربع صفر صفر وربع الواحد واحد واجمع صفر زائد واحد. طيب في عددين كليين اي مين ومين؟ واحد واثنين. طيب اربع الواحد بواحد وربع الاثنين اثنين، اثنين تربيع اربعة. طيب يا ولاد تعال بقى نجمع الواحد والاربعة ونشوف النتيجة تطلع ايه. طب في عددين كليين متتاليين، احنا اتفقنا ان احنا في الامثلة العددية نضرب تلات امثلة او اربع امثلة عشان نتأكد من النواتج اللي بتطلع معنا. بعد ما جمع بقى 2 تربيع زائد 3 تربيع، 2 تربيع ب 4 او 3 تربيع ب 9، اجمع واشوف النتيجه هتطلع معايا ايه. وبعدين اكتب التخمين، مجموع مربعي عددين كليين متتاليين يكون اما ان يكون المجموع زوجي او فردي زي ما احنا اتفقنا. والى لقاء اخر باذن الله تعالى. عايز الناس تشتغل وتجتهد وتحل الواجبات اللي هي بتنزل مع الدروس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.